مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار وحلقة جديدة من وشوش. ضيفنا في حلقة النهاردة برغم انه فنان شاب ولكن ناس كتير قوي مركزة معايا وبتحبه وبتشوفه وبتابعه. السنة دي في رمضان قدم دورين مميزين فيهم دور كسر الدنيا في كامل العدد. ضيفنا في حلقة النهاردة حفيد وحش الشاشة فريد شوقي. ضيفنا في حلقة النهاردة فنان والنجم أحمد جمال سعيد. منورنا. ربنا يخليك تسلم. أول حاجة عايزة أبدأ معاك، أنت عملت دورين أقوى من بعض، دور طارق في كامل العدد ودور غريب في سوق الكانتو. حصل. خلينا في طارق. خلينا في طارق. خلينا في طارق. إيه اللي لفت نظرك في ورق الورق لما تقدم لك يعني وقريت الدور في كامل العدد؟ بص أقول لك، هو الموقف نفسه كان غريب شوية عليا لأن أنا لما اشتغلت مع أستاذ خالد الحلفاوي، أنا اشتغلت معاه في حلوة الدنيا سكر قبليها. انا ما كنتش عملت معاه حاجه كومن. اوكي. انا كنت سبحان الله ربنا اراد ان في وسط حلوه الدنيا سكر مسلسل كوميدي ربنا كرمني بخمس حلقات نكد، انا الوحيد اللي عملت الدراما. الوحيد اللي عمل الجزء الدراما في المسلسل. فانا لما لقيت استاذ خالد الحفاوي بيكلمني في المسلسل الثاني، انا كنت فاكر اني عامل دور دراما عادي يعني مش حاجه. خدت الورقه لقيته كوميدي. هو كوميدي بس في ابعاد دراما. في ابعاد دراما. وفي وقت ما حس ان مراته بتخونه، لما عرف ان مراته بتكلم الاكس بتاعها ماشي، بس كل الدور كان رايح ككوميدي. فانا كنت بصراحه في الاول كنت مخضوض جدا. انا مش انا عملت حاجات كوميدي قبل كده، بس انت بتتكلم في بص هو الكرو كله يعني، برضه لو هنتكلم ان كل الكرو اللي موجود مش مصنف كوميدي اصلا. خلينا نتكلم يعني فير انف. لا هو الكرو كله مش مصنف كوميدي يعني. شريف سلامة عمل لايت كوميدي، عمل رومانس لايت كوميدي، دينا شربيني كانت بتعمل لايت كوميدي، بس كوميدي زي ما حصل ما كانش موجود الفكره دي. فانا لقيت ان الموضوع الريسك حلو قوي، وبعدين معاك حد زي استاذ خالد الحلفاوي فانت متاكد انه هيعمل ده صح جدا. بس قدرت تعمل ده وانت مش خايف؟ لان الكوميدي لو ما طلعش الكوميدي اكذب عليك لو قلت لك مش خايف. خفت طبعا، خفت في الاول جدا، خفت، قلقت، كنت قاعد مش حاجه. انت برضو بتلعبي مع ناس عملوا حاجه قبل كده في الجونرا دي اول مره اخش في الجونرا دي بالشكل ده اللي هو الكوميدي اللي هو بشكل صريح. بس انا كنت مليون في الميه الورق اولا طبعا يعني بص معانا المؤلفات اللي كانوا معانا رنا وريش ويسر، الاثنين كاتبين ورق حلو، الورق الكوميديا، بس الكوميديا كوميديا موقف اكتر من انها كوميديا حوار برضه. ودي كانت اكتر حاجه من الحاجات اللي كانت مريحاني. اوكي. استاذ خالد الحلفاوي هي دايركت في اي حته. طبعا المخرج ليه عامل كبير جدا طبعا. حقيقي هو ما بخلش علينا بحاجه. بما اننا بنتكلم بقى على كامل العدد، فنان الراحل مصطفى درويش. الله يرحمه ويحسن اليه. قول لي جامعك بيه ايه، وكان في كواليس اخر واحد كان تقريبا بعت له او بيكلمه على فيسبوك. اتكلمنا يعني. بص هو مصطفى كان هو صاحبي اصلا من قبل المسلسل، انا عارفه من 2016 الله يرحمه يعني. اخر فتره دي كنا قربنا من بعض جدا، قربنا قوي يعني. بعيدا عن العمل؟ بعيدا عن الشغل. كنا قربنا بيرسونال يعني. الله يرحمه. لا هو مصطفى انسان جميل يعني، هو في حته حلوه ان شاء الله يعني. بس الله يرحمه عشان مش نحاول نخرج من ده ونرجع تاني للمسلسل. كواليس كانت عامله ازاي؟ احنا كنا شايفين مسلسل كوميدي جدا وضحكنا، فاكيد كواليسه كانت اكثر كوميديه من المسلسل جدا. لا الكواليس كانت تحفه، والاطفال وال بص الاطفال شاطرين جدا. فعلا موجودين. خلينا نقول شباب برضه مش اطفال يعني. حمزه عندك، جيسي، جيسيكا عندك، لينا عندك، في شباب موجودين، وفي برضه اللي هو اخوه اللي هو اخوهم الرابع. لا الولاد شاطره قوي، وبرضه عشان نكون فير انف خلي بالك ان تقريبا كلهم مش كلهم يعني. حمزه مثلا ده اول مره يمثل على فكره، اول مره بالشكل ده، اول مره تمثيل بالشكل ده. ما هي دي فكره معاك مخرج شاطر بيعرف يطلع معاك مخرج يعرف يطلع منك اللي انت المفروض تعمله، ومن سنه صغير كمان، مش محدش عنده اكسبيرينس يعني او كده، بالظبط، معندوش اي حاجه بالزبط. بس معاه حد، معاه كرو برضو. خلينا نتكلم في يعني برضو انا اشتغلت مع دينا في المسلسل ده. الطاقه دي والحب ده، هي فعلا كانت حلوه وانسانه جميله. شريف كان ظاهر على الشاشه، كان ظاهر جدا. شريف سلامه عبقري. بص شريف سلامه ده انا بحبه يعني. انا دلوقتي هو فنان شاطر جدا، وعلى الحقيقه كمان شخص محترم وجميل، انسان فوق الوصف بجد، مش هزار يعني. مش بقول الكلام ده والله كده، بس هو يعني هو عارف كمان. لا الراجل ده نضيف قوي،
نضيف. ده 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 المسلسل. الشخصيه اللي انت كنت مقدمها اللي بيخاف من مراته ده، ما دام قالت لك ايه في البيت يعني لما اتفرجت كده؟ برافو طبعا، لان انا عرفت اعمل نفس اللي بعمله في البيت. انا حسيت ان ايه قدرت اعمل اللي بعمله في البيت، اللي هو مبسوطه جدا. الحمد لله الحمد لله، كل المتجوزين فاهمين كده. كانت مبسوطه طبعا، احسن واحده في الدنيا. انت فاهم بعدين انا كده كنت بعبر عن مين؟ عن الشله كلها، عن شلتنا كلها كلنا بعد الجواز. اللي شفناه قبل الجواز ما شفناش. وحش ناكل ايه؟ وحش كده. والله احنا غلابه وطيبين جدا طبعا يا ست الكل. احنا نقول لا طبعا، بما اننا جينا بقى في حته البيت غير بقى الموضوع شويه. بما اننا جينا في حته البيت والمدام وكده، احكي لنا بقى قصه الحب اللي بينك وبين مراتك بدات ازاي. والله بص، يعني انا والله انا مش متعود اتكلم عن الجواز بقالك كام سنه وكده. انا متجوز بقالي 10 سنين. ايه ده عدى بسرعه. ده قديم قوي، ده قديم بقى. عدى بسرعه. لا انا كنت حاضر هذه الحقبه. انا حاضر الحقبه. احنا قدام قوي. انا من زمان سنين كتير. انا كنت حاضر بس 10 سنين ما شاء الله. ربنا عندي في عام 8 سنين. ما شاء الله. يعني انا ايه اللي خلاك تتجوز بدري؟ ان انا لقيتها، لقيت الشخصيه دي اتجوز. فما ينفعش تتساب يعني، فاهم؟ فاهم الفكره؟ ما ينفعش انك تسيب الشخصيه دي، مش هتتكرر تاني، تبقى مره. شفتي؟ والله بجد تبقى مره. ان انت تلاقي يعني حد زي كده بتبقى مره. انا لقيتها متاخر شويه، كنت عديت العشر سنين. الفكره مش في ان انت تلاقيها امتى، انك لما تنقي تنقي صح. صح تنقي صح. وبعدين انا لما بقول كلمه تنقي هي فعلا تنقي، لان انت انت وهي كمان بتنقيك يعني. اكيد في اوبشنز كتير لكل الناس. فانت بتاخد واحده وهي بتاخد واحد. انتوا اوريدي كده كده السعي في العلاقه دي ان انتوا بتبداوا حياه جديده وهتكملوا مع بعض بقيه حياتكم. ايه اكتر حاجه كومن بينكم يعني، مشتركه بينكم بتحس ان انت بتلاقي نفسك فيها لما اكتر حاجه كومن ما بيننا يحيى. التقانا في يحيى، ان احنا بنقابل بعض في النقطه اللي هي يحيى دايما. طب تعال نروح لسوق كنت. قول لي من الاول ايه اللي حمسك انك تخش وتقرر انك تعمل عملين بعيد عن بعض في وقت؟ بس فكره عملين بعيد عن بعض ده كان بالنسبه لي انا حابب التجربه دي كتحدي. فكره ان انا اعمل حاجتين بره بعض، الناس تشوفني في حاجتين مختلفين تماما، فيعرفوا ان ده يعرف يعمل ده ويعرف يعمل ده وهيصدقوني هنا وهنا. فكره ان انا ايه اللي دخلني سوق الكانتو، يعني هعد معاك حاجات كتير قوي عشان سوق الكانتو. يعني مبدئيا ورق، انت معاكي هاني سرحان. هاني سرحان طبعا. اخراج معاكي حسين المنبداوي. التصوير معاكي استاذ اسلام عبد السميع. نتكلم في ايه تاني؟ شركه معاكي سانرش. وكراره لوحده يعني، هو امين كراره. لا 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 امين كراره. تعالى بقى نتكلم في ده شك. ده يعني انتاجيا انتاجيا معانا مثلا يعني حد من الناس اللي انا بحبها، هو حتى انا بحبه على الصعيد الشخصي. انا بعد بقى ده من اشتغلنا مع بعض مثلا، اول حاجه كنا عملناها مع بعض كان بره الدنيا. كان مين؟ فتحي اسماعيل. فتحي ده قمر المنتج الفني طبعا. المنتج الفني. فده انا اساسا يعني. فانت معاكي منظومه انتاجيه، معاكي اخراج وتصوير، معاكي ورق، ثلاث حاجات. اول ثلاث نقط طيب تمام ماشي. تعالي الناحيه الثانيه بقى، هنتكلم في الحته بتاعتنا الشق بتاعنا. امير كراره، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، بالزاوي، تامر، لو نتكلم شويه تامر نبيل، سراء جوبيل، شريف ادريس، احمد علي. انا ممكن امثلك اسامي شباب جامده جدا، كبار فنانين، كبار جامدين جدا، ميجا ستارز. ايه اللي يترفض؟ ما ينفعش. ازاي ما اخشش؟ ازاي ما ابقاش في وسط دول؟ كده كده هتستفاد، كده كده هتتعلمي حاجه. طبعا طبعا. انا كنت وما قدام امير كراره للامانه، الراجل ده اخ كبير. القرار ده انا يعني بشكره على كل حاجه علمها لي جوه المسلسل. بيعلمك تقفي فين، تعملي ايه، تقولي يعني. طبعا هو مش بيديك من الاكسبيرينس بتاعته، دي حاجه حلوه دي. ده هو عشان يعمل ده انا كنت بلاحظ ان هو بينقي ناس، فبيعمل ده لما يشوف انت عندك انت ايه. يقول لي لا اقول لك ايه، انت بيديكي احساس، بيديكي تعملي ايه. بيقول لك ساعات كان يقول مثلا جمل هي بتاعته هو يقولها، طب ما ايه رايكم انا هقول كذا وانت تقول الجمله دي بدالي، وانت بيوزع. راجل قرارة عايز يشتغل الروح اهو حابب العمل. انت تتعامل معاه لازم تحس ان اخوك كبير. هو اخوك الكبير، هو بيشتغل تيم بيفتح بجد فعلا، حابب العمل كله ينجح. لما مش حتى بيبقى حد عنده حاجه بره موضوع التمثيل انت بتروحي له، هو بيديك الطاقه الشخصي يعني. هتروح تقعدي معاه. بيعمل معايا انا كده، ده بجد. انا بقول لك بيعمل معايا كده في كل حاجه، لو من غير ما اطلب. لما بلاقي حاجه بيقول لي بلاش دي،
شيل دي على طول حط دي. فهو قرارها بصراحه. انا جالي حاجات وسط ما انا كنت شغال فسالته قلت له اخش كذا وكذا وكذا، قال لي على حاجات حاجات لا، وفعلا طلع وقال لي حاجات معينه اعملها ولا لا، وهو صح. انا ما بفكرش بقى هيطلع ايه، اصل هو في حته انا اتمنى ابقى فيها بجد صح، وعايز ابقى فيها، فاللي هو هيقول لي عليه انا عارف ان هو معدي بيه ومجربه فهعمله زيه، فاجرب انت بتقول عليه. طب لو رجعنا بقى للبدايات خالص، انت عملت تقريبا 5 افلام في 2006. يا لهوي. انا رجعت لك بقى شويه ورا. ازاي قدرت تعمل 5 اعمال في سنه واحده والخمسه تقريبا ناجحين جدا وقدرت تبقى بيرفكت في كل دور ليك؟ ما هو في الاخر كنت بتعملي قد ايه مساحه؟ كانت مساحه اصغر. مساحه صغيره جدا. فالفكره ان انت الوقت بيبقى عندك وقت طويل. لان الفرق ما بين مثلا الفيلم والفيلم او الوقت هما بينزلوا مع بعض. بس ممكن حاجه تبقى متصوره من سنه وحاجه متصوره من شهر. بس عادي كله بينزل مع بعض لان ده بيبقى تايم توزيع او حاجه ليها علاقه بالتوزيع مالهاش علاقه بالفكر. انا بالنسبه لي دلوقتي مثلا ما اقدرش اعمل مثلا 5 افلام مع بعض في سنه واحده. لان حجم دورك اكبر. حجم الدور اكبر، حجم التركيز اكبر، حجم الشغل على الدور اكبر، ما ينفعش اعمل ده. اشتغلت مع الفنان محمد هنيدي. حبيبي طبعا. هون فيه ايه بقى؟ خدت ايه من خبرته؟ اشتغلت مع ناس كتير. انت خدت الجيلين اللي ورا بعض يعني. خدت الجيل مع استاذ عبد الكامل. ايوه انا بقول لك خدت الجيل والجيل اللي تحته. اشتغلت مع استاذ نور الشريف. انا حابه اكلمه على الفنان محمد هنيدي لانه هو فنان كوميدي مميز جدا. فانت اكتسبت ايه بقى منه؟ اكتسبت منه ان ازاي تحط الكوميديا في مكانها، ازاي تحط الحاجه في مكانها بالظبط. لما تيجي تعمل حاجه كوميدي ما تافورهاش، ما تكبرش الشيء، ما تبقاش اوفر كده في زي رياكشنز، تكريت الموقف على قد اللي انت عايز تعمله كوميدي وتبقى طبيعي. على فكره انا لما بحس ان في فنان بيحاول يضحكني ما بضحكش، ما بعرفش اضحك. هو دي حلاوه بقى هنيدي. ان انت تبقى كريت الموضوع على قد اللي هو عايز يعمله، على قد الحته دي، الحته دي اللي ينفع فيها الكوميديا هنا دي. انا كنت بتفرج عليه جدا وهو بيعملها. مين اكتر فنان خدت منه خبره وحاسس ان ايه كلامه لسه لحد النهارده؟ الساحر محمود عبد العزيز طبعا. فنان كبير مثلا اعلى في الحياه كلها. يعني انا جد فريد شوقي طبعا مع التحيز، هو كده كده ده بالنسبه لي كل حاجه. طبعا انت اصلا من حيله فنيه. ما لحقتوش يعني، ما لحقتوش في لا. محمود عبد الفنانه هدى سلطان والفنان فريد شوقي يعني انت اصلا عيله فنيه. ده لسه كنا هنروح له بقى في السؤال لمحمود عبد العزيز واستاذ فريد شوقي يعني حفظ الالقاب للجميع الله يرحمه. كانوا بيعملوا في السنه بال20 وال30 فيلم. يعني لما تيجي تدور على تاريخ استاذ فريد شوقي او تاريخ استاذ محمود عبد العزيز بتلاقي ان اقل واحد فيهم عامل له 200 فيلم 170 فيلم. الفيلم كله كان 2 لوكيشن يا هواري. فانت بتخرج بالاوضه انت النهارده لو عشت بطل من النهارده الى ما شاء الله مش هتعمل 50 فيلم. ما هو الدنيا اتغيرت. انت النهارده كنت بتخش الاستوديو، كانوا بيخشوا على استوديو اللي هو الموضوع كله واحد، بيخشوا على الاستوديو هناك هم بانيين هو نفس البيت اللي دخله اسماعيل ياسين، هو نفس البيت اللي خرج منه فريد شوقي. مفيش اي هو ديكور مبني. هيخشوا يصوروا هنا 36 مشهد وبره 40 مشهد وفي الشارع 15 مشهد كده حلوين يناشروا نفسهم، وبعد ما خلصوا 15 مشهد دول هو راح عمل نفس الشارع عمل فيه فيلم جديد. يعني سبحان الله تحس ان الروح مختلفه واللوكيشن انت بتحس ان انت في حته ثانيه. الظروف كانت مختلفه عندهم عشان كده هم كانوا يقدروا يعملوا اكتر عدد. طبعا انت بتعمل في اللوكيشن ده النهارده. احنا النهارده لما بنيجي نعمل فيلم كام لوكيشن؟ حسب المطارده لوحدها. ده موال 6 لوكيشن. يعني المطارده لوحدها انت العربيه كانت في الدقي راحت عملت الحادثه في البراشين، فانت عبال ما عديت بالطرق دي كلها ده حوار صح وتكلفه وحاجات. فدلوقتي انت الدنيا اتطورت غير النظام التصوير اتطور كل حاجه. فكل ما بتوسعي الدايره كل ما الحاجات لازم تقل طبعا. واحنا طب ما هو خليني برد ممكن ارد عليك رد تاني اقول لك ان الانتاج نفسه قل. لان لو انت هتتكلم بالكواليتي اكيد هوليوود وفي بوليوود بيعملوا الكواليتي اعلى من عندنا بكتير، بس بيعملوا عدد افلام اكتر. احنا الموضوع الاقبال على الحكايه قل. يعني احنا النهارده بنعمل كام فيلم في السنه؟ ماشي معاك ما بنعملش 40 فيلم في السنه، 30 فيلم. هوليوود وبوليوود هما كان دور عرض وهوليوود بتاعت وورلد وايد. فهمت قصدي؟ انت النهارده كان دور عرض فانت عندك الريفينيو او هيرجع لك رقم. الرقم اللي انت عامله ازيد صح. النهارده افلام بتلاقي فجاه يقول لك الفيلم عمل 100 مليار ارقام ضعيفه بيقول اي كلام. ليه عمل كده؟ لان هو اوريدي فين؟ متوزع اتشاف فين؟ شاف في الوطن العربي. انت النهارده بتعمل فيلم مصري هتروح بيه الخليج مثلا،
فيلم خليجي هتيجي بيه في مصر وهتيجي بيه في بقيه الدول عشان اللغه. هي دي، انت محكوم هنا، لكن انت ما عندكش جمهور في امريكا، ما عندكش جمهور. صح. عندك جمهور مصر في امريكا بس ما بتعرضش، اقليه ممكن يتفرج، بس ما عندكش عشان اللغه، لان هم لغتهم رقم واحد في العالم. صح. فهم اللي بيجوا لك. صح. فهي دي الفكره، فكره توزيع. هم هناك برضو عندهم الامكانيات زي ما انت قلت والكلام ده، ان الدنيا عندهم برضو لو هنتكلم انتاجيا هم عندهم بيعملوا انت اتفرجت على مارفل والكلام ده كله في استوديو. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاك تمثل؟ اشمعنى؟ يعني والدك الله يرحمه، الناس ما تعرفش كان حكم دار العاصمه، وكان من الناس اللي مشهود ليها بحسن الخلق والكفاءه وكل الحاجات اللي هو يعني مش هينفع نتكلم على اللي هو جمال سعيد يعني. بس يعني ليه ما فكرتش انك تطلع في الحته دي يعني، وعمك المحامي الكبير جميل سعيد؟ مع عمك اكبر محامي في مصر، كنت قعدت مع عمي شويه بس تروح مع باباك من المكتب. صح. تخش الاكاديميه وتبقى عمي طردني من المكتب. عم لا استني، عمو طرده من المكتب. اه والله طردني من المكتب. استاذ جميل. اه ليه؟ قال لي ما انت مش نافع هنا، انت مش هتركز معانا، وكل شويه تقول لي عادي تصوير اطلع بره. انت عايز تمثل اكتر. بس كمل معايا في بصراحه. هو ساندني مش هجد. لا هو طبعا كان واقف في ضهري يعني، ما زال ستيل واقف في ضهري، بس هو ساعتها قال لي لا انت مش ده، دي انت هتبقى محامي، هتبقى محامي شغلانه صعبه. هو سعيد جميل بعد فتره كبيره في الشرطه بقى اعلامي دلوقتي كبير. بس بعد ما بس بس قعد فتره يعني، قعد فتره كبيره بس. لكن انا من الاول لا، انا ايه اللي جاب التمثيل في دماغك؟ سيبك انك انت جدك فريد شوقي انت ما شفتوش. بص هقول ما لحقتوش. انا من الاول خالص كنت عندي يعني، انا كنت مثلا بشوف لما كنت بقعد معاه في الفيلا، او مثلا كنت بروح الفيلا، كنت دايما مين اللي بيبقوا موجودين؟ عن 7 سنين بس برضه لسه في فلاش باكس. فانا كان الانبهاره بتاعت ان انت تبقى قاعد تخش تلاقي داخل عليك ناس واسامي انت بتشوف التلفزيون بجد يعني، تلاقي يعني هنيدي مثلا بتلاقيه داخل الفيلا، وتلاقي وائل نور، وتلاقي فاروق فيشاوي، كان محمود عبد العزيز، وتلاقي محمود عبد العزيز، وتلاقي داخل عليك، وعلى فكره كان بيروح له احمد زكي، وتلاقي تلاقي ناس داخله عادل امام. الناس بتخش المكتب. كان الملك ده، ده كان الملك ده كان كله بجد يحبه. كان الباب مفتوح، فيه باب معين بيدخل قدامه على المكتب فمفتوح، تلاقي سلام عليكم داخل من قدامك عادل امام. مين انت؟ ازاي بتعمل كده اصلا؟ انت ازاي بتعمل كده يعني؟ انا يعني من سمعت من الحكاوي كان محبوب جدا وهو بجد باب الاب يعني، الباب مفتوح في الفيلا، الباب ده مفتوح ما بيتقفلش، مش هزار يعني. هو بيخش يستنوا جوه لغايه ما هو يرجع عادي اصلا يعني، باب الفيلا يتقفل ده مفتوح. ده فانت شفت ده وانت صغير؟ شفت ده وانا صغير، وشفت كمان الناس بتتكلم عليه ازاي، وشفت النجاح بجد. ده نجاح، كل واحد طبعا ليه نجاح في حته وبيشوف النجاح بشكل. انا شفت ده نجاح قوي، شفت ده نجاح كبير، قلت ان هو ده فعلا اللي احنا اللي انا عايزه، ان انا عايز النجاح ده، عايز ابقى جوه كل بيت زي ما هو عمل، زي ما الناس دي عملت، بيخش جوه كل بيت، بيخش جوه كل اسره، بيتكلم مع الناس على طول. طب وايه اللي جاب علاقتك مع محمود عبد العزيز؟ لا دي كانت، كان ساعتها كنت بعمل مسلسل، كان ساعتها راس الغول اخر مسلسل عمله. انا بحبه لان انا اول حاجه عملتها خالص معاه محمود المصري، دي كانت اول انت مره. انت كنت من الجيل اللي خرج في محمود المصري، ده مصر كلها خرجت، كل اللي مثل في المسلسل ده بقى نجم. انا اول مشهد عملته كان امين الجامعات الاسلاميه، وكنت رايح تبع مكتب كاستنج اصلا، وانا واقف كده ولابس قميص وبنطلون، انا فاكر المنظر بالظبط، بيحط لي كله في وشي والله، وجايبين لي سكريبت بقرا الكلمتين اللي انا هقولهم، بضرب عيني يمين كده ببص لقيته خايف لابس نفس الطاقه، بيحط له نفس الكله بنفس المشهد، فما فهمتش اللي هو جايبين حد مكانك. قال لك ده هيغلط من الشوط اللي بعده على طول، واقف مش هيستنى. ايه ده؟ مفيش كلام. الله على الضغط. انت تخيل انا فين؟ انا في واحد جاهز اصلا هتغلط روح. هواري ولابس وتمام وزي الفل وقاعد بتقابل لي، قال لك في واحد قاعد. انا مين؟ اصل انت لو ما عرفتش تعمل انترفيو هتروح حالا. اصلا. فانا مش عارف اعمله اصلا من الضغط. انت بتعمل لو اشتغلت في 100 برنامج هتقف. هقف هعطل خلاص، ما انا من الضغط، انا حاسس ان في حد جاهز. مش عارف اعمل ايه. فكان ساعتها استاذ مجدي ابو عميره هو المخرج، انا حضرت اجيال فعلا. ما انا لسه كنت اقول بعشقه يعني طبعا.
أستاذ. فكنت ساعتها بعمل فعملت المشهد عجبه جدا، جابني. كانت ساعتها عربية كنترول، فكنت ساعتها بنصور في وزارة الزراعة. فقال لهم هتقولي الولد ده، رحت دخلت أنا مش فاهم إيه عربية كنترول، أنا مش فاهم أي حاجة أصلا يعني، فاهم؟ أنا رايح أول مشهد في حياتي، فبتجرب أول مرة في حياتي أصلا أعمل حاجة قدام كاميرا حقيقية. أنا اللي بقى قبليها كنت بعمل بين الناس. أنا فتح حلقات بين الناس، فاكر طبعا حلقات بين الناس استوديو 5 والحاجات الجميلة دي في التلفزيون مع أستاذ عبد الحكيم التونسي، مش هنساه. عندك ايه تاني عملت؟ عملت حاجات كتير يعني، بس حاجات كلها بس كلها حاجات يعني. فل عادي. اول مره انفل رحت انا خايف بجد، انا مش عارف هو عايز يقول لي ايه. فخدني اتكلم معايا، فقال لي في مشهد تاني المفروض هتعمله زودناه لك وبتاع. قلت له تمام، انا لحد هنا ايه حلو زي الفل. رحت المشهد التاني، فاول مره رحت ما كنتش قايل لحد، فانبسطت ان حصل ده. انا كنت لو ما كانش حصل حاجه او كان قالوا لي وحش او حصل الموقف ده، انا كنت همشي مش همثل تاني خلاص. فلما حصل ده رحت رايح قايل لبابا وماما، قلت لهم حصل 1 2 3 وبتاع، وانا همثل قدام محمود عبد العزيز نفسه في مشهد ومش عارف ايه وبتاع. ابويا انبسط جدا، وابويا طلع عشان هو طبعا كان بيقعد في المكتب مع مين؟ مع جدي. مع جدي يعرف، هو عارف مصر كلها طبعا. لا وابوك ما شاء الله يرحمه، ده انا ابوك ده حبيبي. فابويا جالي التصوير، انا ما كنتش اعرف، عملها لي مفاجاه. من هنا على فكره، من اللحظه دي فعلا حبيت التمثيل جدا بعد كده كمان في حاجات بقى ليها علاقه بيا انا. دخلت عملت المشهد التاني، وانا فاكر كمان حتى كلام المشهد، ما انت وماذا تريد ومش عارف ايه، وبيسالني على فلان بقول له لا مش كذا ولا كذا، وانا المفروض بقى بهوشه بحاجات كده. هو نفسه الله يرحمه احسن ليه الساحر اثنى عليا، قال لهم ايه ده الولد ده جميل وبتاع ومش عارف ايه وكده، شجعك بقى. فاستاذ مجد ابو عميره كان بابايا كلمه وراح له قعد معاه، فكان بيتفرج عليا من عربيه الكنترول، الكنترول من المونيتور من الكنترول. فبعد كده ابويا نزل من العربيه جالي، فشافه استاذ محمود فسلم عليه، فبعد كده عرف ان انا ايه ابنه، وان انا حفيد فريد شوقي. فبقى الموضوع في حته تانية خالص. بس انا اللي عجبني بعد ما عملت الناس عرفت ان انت، فبدا يبقى اتحط في حته، لان مهما عملتي ومهما ايا كان وانت ما عندكش، لو انا كان قالوا له ان انا حفيد فريد شوقي وان انا وان انا وان انا بس انا وحش اخره يا حبيبي برافو. لكن الطريقه اللي انا شفتها منه بعديها كانت حاجه تانية خالص. لا محمود عبد العزيز ما كانش بيجامل في التمثيل، مفيش ما عندوش مجامله خالص، ملوش يعني. انا فاكر في راس الغول، في ايام راس الغول اخر ايام لما كنا بنصور وكنا في لبنان وقبليها وبتاع. لا لا طب انت ما خفتش ان انت تدخل في وسط فنانين كبار قوي زي دول وانت لسه يعني صغير ومفيش اكسبيرينس قوي؟ بالعكس، انا كنت حابب الموضوع ده، شجعت ان انت تنجح اكتر قدامهم. بص هقول لك، انا من نوع شويه بحب الريسك، بحب اخد الخطر ايا كان اللي هيحصل بعد كده، مش بتاعتي، بتاعت ربنا، دي ارزاق. بس انا بحب اخد الريسك في نفس الوقت، انا داخل اتعلم لسه لغايه النهارده انا بتعلم يعني. انا كنت انا بقف مع ناس حتى في قدي في السن او ممكن يبقوا اصغر مني جيلا وتمثيلا وكل حاجه، وبتعلم منهم، بشوف منهم تفاصيل حلوه هم عاملينها، انا باخدها بستخدمها بعد كده، هتعلم من اي حاجه. نرجع للسينما. طيب قولي انت ليه مقل في اعمالك بقى سينمائيا؟ مش مقل في اعمالي، بنقي. انا مش عايز اعمل اي حاجه، مش اي حاجه خلاص. السينما مش انت حاسس ان مفيش حاجه اتعرضت عليك مناسبه ليك الفتره اللي فاتت؟ لا خالص، ما كانتش في حاجه مناسبه، لان السينما بالنسبه لي هي التلفزيون. التلفزيون انت جوه كل بيت كده كده، والحاجه اللي والدور بيبقى ليه شكل وكده. انما السينما دي حاجه بجد فعلا، وده اتعلمتها حتى من فريد شوقي نفسه، دي بصمه. لكن اللي يقول بقى ان احمد جمال سعيد ما بيحبش السينما ومالوش خالص، انا بعشق السينما. بتحب؟ انا رقم واحد بالنسبه لي سينما يعني. طبعا مع احترامي للمسرح، ده بيت ده الفن، ده فن تاني. انا رقم واحد بالنسبه لي سينما. انا السينما هي رقم واحد بالنسبه لي، اكتر حاجه بحبها، اكتر حاجه بحبها بجد، لانه بيبقى ليها 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 روح طابع تانية. خاص كده طبعا، وروح تانية فعلا. لا هي فكره ان حد بيقطع تذكره عشان يخش لك، هي 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 زياده يعني. المسلسل ده ببلاش في الاخر. بتعمله في اللي بتعمله في السينما غير بتعمله في التلفزيون طبعا. لا عندك مساحه 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 اكبر، لكن انا بحسبها فكره ان التلفزيون ده ببلاش. بقلب بالريموت لقيتك ما لقيتكش ما لقيتكش خلاص. لكن ان انزل من بيت يقطع تذكره عشان اخش اتفرج عليك طبعاً. ده قيمه كبيره. ما هي دي بقى الفكره. وانا السينما بالنسبه لي ليها حاجه معينه. فانا يوم ما اخش في فيلم هعمل دور، هيبقى دور، واعمل حاجه حلوه، واعمل حاجه الناس. انا لما اقعد اتفرج عليها بعد كده، او الناس اللي داخله تتفرج عليها بعد كده تنبسط، مش هعملها. مين اكتر فنان نفسك تمثل قدامه؟ لا كتير
من ضمنهم كتير. ايه ده انت تمثلت مع 90% من النقابه اذا النقابه اللي انت تمثلي مثلت مع استاذ اشرف زكي مع النقيب نفسه ثلاث مرات ابن النقيب وانا لغايه دلوقتي ابنه برضه كان متجدد وانت في البيت. لا دكتور اشرف ده بص هو ده لن يعوض في النقابه لان مفيش حد عنده الطاقه والكيرنج اللي هو بيعمله ده. بص بعد ابويا الله يرحمه الراجل ده ليه عندي حاجه انا مش يعني بص يعني ده في حته بالنسبه لي اللي عايز يقول حاجه اقولها الراجل ده في حته بالنسبه لي ثانيه خالص انسى. دي حقيقة يعني أنا بكلمه بعد أبويا لحد اللحظة دي لا أنا بكلمه بعد أبويا لغاية اللحظة دي أقسم بالله 4 الصبح 5 الصبح زي ما كنت بكلم أبويا أنا عندي كذا الحقني خلص صح هيجي لي بص هو عنده طاقة إن هو بيرد على التليفون طول الوقت ما أعرفش إزاي يعني أنا بقول له أنا لو معايا التليفون ده أنت مميز على فكرة حاسسك إن ده بيحصل معاك دي أغرب والمشكلة هو بيعمل كده مع كل أعضاء النقابة وانا انا بتقدم يعني انا بحس ان انا لا ده انا في حته ثانيه يا جماعه ده رد عليا 5 الصبح هو كده اللي جنبي بيتكلموا بعديها على طول ده هو عنده الطاقه دي انا دايما بستغرب ربنا يديله الصحه هو عنده طاقه حتى ذهنيه ونفسيه لا عنده طاقه انه يرد لا انا لو تليفوني رد رن كتير مش هرد هكسره هعبر حد نفسيا مش عشان حاجه بس يعني ما هو يا جماعه عنده طاقه يعمل حاجات وهو معايا انا برضه هتكلم بيرسونالي انا مع احترامي لكل الناس معايا انا بعد ابويا انا ما قصدتش دكتور اشرف زكي في حاجه لحد هذه اللحظه الا اما خلصها لي خدوه بره النقابه طب نرجع بقى جاوبني على سؤال قولي لي مين الفنان اللي انت نفسك تمثل فيه هقول لك انا عندي يعني انا كريم يعني استاذ كريم عبد العزيز اشتغلت معاه قبل كده طبعا في وش تاني نفسي اشتغل معاه تاني احمد السقا نفسي اشتغل مع احمد السقا طبعا اشتغلتش مع السقا لا بس فايتك كتير اشتغلت معاه لا مش هشتغل معاه فايتك كتير ده انا نفسي اشتغل معاه جدا ده موضوع نفسي اشتغل قدام فراج فراج استوى قوي فراج بقى بص جامد وبقى جامد قوي يعني كان جامد وبقى جامد قوي نفسي اشتغل مع فراج نفسي اشتغل مع تايسون نفسي جدا اشتغل مع تايسون تايسون احنا اشتغلنا مع بعض زمان في سيدنا السيد عمل رشيد السنه دي كان عامل مسلسل حلو نجح قوي وصراحه عجبني لا هو يا جماعه شاطر هو مسلسل ممثل مركز نفسي اشتغل مع منى زكي طبعا نفسي اشتغل مع مين في اسامي كتير وانت صغير كان نفسك تبقى مين يعني وانت داخل الوسط كان نفسك تبقى مين لا نفسي انا تبقى في نجاح مين وستايل مين ما عنديش الحته دي خالص بقى يعني اكيد كنت مش في نجاح فلان ما قلتش في نجاح كل بص النجاح النجاحات طرق بالظبط وانت اشتغلت مع نجوم كتير وكل واحد عنده ايه في حياته يعني من مفيش حد نجح كده عنده فانت مختار انهي طريقه تمشي عليها في ناس بتمشي بطريقه بحاول اعمل طريقتي والله يعني مش بظبط اللي هي ايه اللي هي ما هو لازم الطريقه دي يعني كل واحد ليه طريقه انا ليا منهج معين بحب اشتغل عليه ان انا ما عنديش فكره اولا انا ما بحبش فكره البطل الاوحد خالص ما بحبهاش وان مان شو الا لو هعمل حاجه مونو دراما بقى عيش انا مع نفسي تقول الكاميرا انا اتكلم انا لكن انا ما بحبش فكره البطل الاوحد بحب فكره المجموعه مجموعه ممثلين ناجحين مجموعه دخلت اشتغلت عملت حاجه حلوه بوكي زي ما بنقوله كده في الوسط زي سوق كانتو زي كامل العدد ده اللي انا بحب اشتغله زي رشيد لو اتفرجت بلاك ده اللي حاصل عامه انا بحب ده بحب الستايل ده جدا عندك عندي انا قناعات بتاعتي ان انا مثلا النجاح بالنسبه لي ان مش فرد واحد بينجح الا الكرو كله بس الكرو كله بمعنى الكرو كله طبعا يعني كلنا لازم ننجح لازم اضغط على ان الكل ينجح يعني لو انا في عمل بطولتي بتاعي انا كله لازم ينجح طب ممكن اسالك على حاجه اتفرجت على مسلسلات رمضان السنه دي حاجات يعني اللي لحقتها شفتي انا كامل العدد اكيد سوق كانتو اكيد شفت حاجات من السفاره ايه رايك في الفكره لا مين جامد قوي احمد امين جامد قوي جامد قوي وبعيدا ان ايه سماحه قريبتي بس ايه عامله دور جميل طيب ايه الدور اللي انت شفته وقلت ده كان يليق عليا انا حابب اعمل شبهه او اعمل زيه ماشي مش كلام اي كلام وخلاص وبعمل كده عشان ده انا عمري ما قلت الجمله دي خالص ما فكرتش ابدا في دور حد قلت ده كان اعمله انا حلو خالص زمان لا خالص جعفر العمدة ما اتفرجتش عليه
جعفر العمدة شفت منه حاجات طبعا، شفت إيه منه رأيك؟ حاجات. ايه رايك؟ والله بصي احنا هنتكلم ايه رايي في انهي حته بالظبط. فني حلو جدا، محمد سامي عامل ورق وعامل حبكه واخراج فوق الوصف. هل هو واقعي بقى بالنسبه من وجهه نظرك؟ هل هو قال ان ده مسلسل واقعي؟ لا بس خلاص. هل هو قال مستوحى من بس هو قال هل هو قال ان ده مسلسل مستوحى من احداث حقيقيه؟ ده معنى الواقعيه. لكن في الاول وفي الاخر ده خيال مؤلف اللي احنا بنشتغله كله. دي حقيقه. هل سوء كانتو مسلسل واقعي؟ لا مستوحى من خيال المؤلف. بس خلاص. يعني ما فيش راجل يتجوز اربعه ويعمل كده وواحده تقتل العيال، ما فيش. لو اتجوز، لو حصل، لو الكلام ده ممكن يبقى هو شاطر اجتهد وجاب حاجات من الواقع حطها برضه جوه، ما قالش ان هو حاططها. محمد سامي عنده الحبكه والرؤيه انه ازاي قعد الناس. يعني حتى لو انت عارف، يعني هو السنه دي لعب معانا لعبه غريبه قوي، انه كشف الكرك ابنه اهو. بس هقعدكم. ما هو بالظبط. يعني هو انت كنت ده المفروض ان هو نقعد ايه نشغل خيالنا زي ما بيحصل طول الوقت. بس هو بيعرف يعمل معاك المونوبولي صح؟ هو لعب معاك. انت عارف نهايه المونوبولي ايه؟ بس هتلعب. وقعدك هو الواد جنبه. هو شطاره مخرج، يعني شطاره مخرج وموال وورق. هو لعب على الاثنين حلو جدا. صح. وطبعا يعني رمضان طبعا فنان كبير وكل، بس سامي يا جماعه هو بيعرف يشغل الممثل صح. مش عيب ان انا اقول ان مخرج يعرف يطلع احسن ما في الممثل او يشغله. لا طبعا. زي البرنامج هنا تمام، المخرج بيعرف يطلع احسن ما في الاعلام اللي قدامه. طلع احسن ما عندنا بقى صراحه. ده بجد والله. هو بيعرف ازاي، بيعرف يحط لك الكادر ازاي. صح. مش عارف انت النهارده عندك اعداد، الاعداد بيعرف ازاي يحط لك كلام او حاجات تخليك تخلي المشاهد يتفرج على الحلقه. مؤلف ومخرج. الممثل موجود تمام، بس هنا اختيار المخرج والمؤلف وشركة الإنتاج للفنان ده في الحتة دي مهم جدا. أنا مش عارف مش من غيرك. خلاص. والله العظيم أنا مش عارف مش من غيرك. خلاص 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 أنا معاك خلاص. والله العظيم هبقى كويس. هبقى كويس. خلاص خلاص خلاص. أنا مش عامل كده تاني. إديني فرصة. إديني فرصة تانية. حاضر حاضر. أنا ماسك إيدك يا دي أقسم بالله. أبي السوشيال ميديا بالنسبة لك من وجهة نظرك؟ بقلف يعني. بس تعمل ايه؟ بقلف بس. ليه بقى؟ مع ان يعني انت هي بقت شورت كات للوصول للناس، يعني ممكن ناس تنجح بسرعه من السوشيال والترند. ايه ليه ما حاولتش انك تخش فيها؟ او دي بص انا بالنسبه لي السوشيال ضيفه بينا يعني بعدنا احنا حلوه بتاعتنا بعدنا احنا بيها مش عارف ايه. ممكن متصوره انت صوره انزلها لك واحط عليها الافيه بتاعنا وانت عادي. لا كاحمد جمال سيد الفنان بقى. مش احمد جمال سيد الفنان لما بيبقى عندي حاجه بقطع حتي وبحطها. لا انا قصدي ليه ما عارف. لا ما بتعملش ليها رواج وانتشار وتهتم ان الموضوع يكبر. عشان اعمل ده يبقى لازم ادخلهم جوه بيتي، لازم يجوا يقعدوا معايا. ازاي؟ ما انا النهارده عشان اوصل الناس لان انا اعمل الرواج اللي انت بتقول عليه لازم يخشوا، يبقى عندي حاجات تخليهم دايما عايزين يشوفوا. فهوصل لمرحله ان انا ادخلهم جوه بيتي. فانت مش هتعمل كده؟ انا مش داخل حد جوه بيتي. لا يعني انا انت حتى لما حد سالني على علاقتك انت ومراتك انا توهت. انا بقول لك من الاخر انا ما اعرفش اتكلم عن بيتي. بيتي ده بيتي. صح. انت عرفني عشان احمد جمال ايه؟ ممثل. انت جاي تشوفه ده. هعمل لك ده على اكمل وجه. مالكش دعوه بيا. بس ممكن جمهورك يكون حابب يعرف يعني حاجات يعرف من حياتك الشخصيه. يعرف حاجات مفيده. لما اخلف اقول لما ابني إيه لو شايفني إيه 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 انا بعمل حاجه كويسه في بيتي. ما انا بقول ان انا بيتي كويس، مراتي عامله حاجات كويسه ليا. ما فكرتش تعمل ترند قبل كده في اي حاجه؟ يعني عمرك ما جيت قلت انا هعمل ترند بقى ابقى زي الناس اللي حواليا والحاجات دي؟ وبعدين؟ صح؟ هيستفيد ايه؟ الفكره في انا بسيب لابني ايه؟ صح. انا ابويا الله يرحمه لما قبل ما يتوفى علمني ده كده. هتسيب حاجه، سيب حاجه كويسه، حاجه مفيده. انا هسيب لابني ترند تبقى مش عارف حصل ايه. طب ما هو على مدار السنين لما هيكبر
ضيفة من أبوك يفضل معاه الترند. أبوك كان ترند، كان راجل ترند. يفضل معاه الترند بجد، فاهم قصدي؟ فلا ليه؟ مالهاش أي لازمة. أنا مش حابب، أنا مش حابب إن الناس تبقى جوه بيتي. أنا بيتي بيبان باللي أنا بعمله، بالنجاحات اللي أنا بعملها ده بيبان إن بيتي بشغلك. يعني أنا لما بنجح بتوين براكتس، أنت فنان هو فنان. ولما أنجح يبقى بيتي ناجح. بس. ما هو الأساس البيت. أحمد أنت اشتغلت كتير. اشتغلت وانت صغير. انت دلوقتي انا حاسس، تعالى بص النفس اللي خدته ده، ده حافظك، حاطط ايدك كده وايدك كده. لا لا حاول ابقى مؤمن. اكيد حصل لك حاجات انت مش هتنساها، كانت محوريه في حياتك، سواء كانت حلوه او وحشه. ايه الحاجه اللي مش هتنساها في 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 في, في, في شغلك على مدار السنين اللي اشتغلت، اللي هو موقف مش هتنساه، اللي هو جاي على دماغك دلوقتي اول ما انا اتكلمت، حلو او وحش، ومش تقولش اسامي؟ لا هي مواقف كتير. لا في واحد ما بيطلعش من اللي هو كل ما انا بتكلم. كل فتره والله بجد مش هفكر. طب قول لي اللي افتكرته دلوقتي موقف. انا اتعلمت مثلا ان انا، لا احكي لي موقف حصل علمك حلو قوي. ما هو ده، ما انا عشان لو حكيت ما لسه ما بتقولش اسامي. لا بقول لي حصل كذا، ما تقولش مين يعني لو انت مش عايز تقول. لا عامه انا اتعلمت الفتره دي بالذات، الفتره دي في الوقت اللي انا فيه ده، اتعلمت كويس قوي ان انا قبل ما اعمل اي حاجه لازم اقعد احسبها. ما بقاش خلاص فكره اللي هو يلا انا رايح ورا ولا اتقنى بالظبط، ابدا احسبها كويس قوي قبل ما اعمل اي حاجه، لان كانت في حاجات حصلت السنه دي معايا حتى في الشغل خلتني احسب حسابات كتير قوي. وقبلها سيبك من السنه دي، السنه دي عارفين خلينا انت عارف، خلينا نقول قبلها على مؤني الكسيه. ماشي. يو نو تو ماتش يو ماست داي. قبلها ان مفيش حاجه دايما، دوام الحال من المحال جدا. مواقف كتير بقى، منهم ابويا، منهم مصطفى، منهم صاحبي اللي لسه متوفي قبل رمضان ب 15 يوم، دوام الحال من المحال. كان لسه كنا بنتكلم انا وانت ان عندك صاحبك توفى بنفس طريقه مصطفى تقريبا، بنفس طريقه مصطفى. فكانت الخبطه دي والخبطه بتاعت مصطفى حتى انا دخلت في بانيك اتاكس. الله يرحمه. دوام الحال من المحال، ما تتعاملش مع كل حاجة إنها أكيدة وإنها ده اللي حاصل يبقى أنا هفضل كده. خالص خالص يعني، ما في الحلو وفي الوحش. طيب ممكن أعرف منك أكتر عمل قريب لقلبك الفترة دي؟ كامل العدد. زمان بقى نرجع شوية لورا. زمان أول حاجة طبعا كان محمود المصري، لأن ده كان أول حاجة عملتها في حياتي. بره الدنيا برضو كان من الاعمال. خلينا نقول نفس السؤال بطريقه اسهل. نقول لك لو انت ما انا ما حد يعني يومنا ما تعرفكش وهتوريه عمل واحد بس، توريه انك مسلسل ممثل جامد، هتوريه ايه؟ الاب الروحي مروان جلال. طبعا صح، الروحي صح قوي. الاب الروحي ده كان تجربه، كانت تجربه عظيمة. غريبه يعني، وكانت تجربه عظيمه لا ومش محسوب لها يعني حاجة. ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز طبعا عملوا طفره اسمها الاب الروحي، طلعت جيل بدايه من دكتور بيتر ميمي. وبيتر طبعا اول مره كان يعمل مسلسل صح، عمله بالطريقه دي. الجزء الاول كان بيتر والجزء الثاني كان تامر حمزه. كان تامر حمزه اول اخراج لي صح، الجزء الثاني يطلع بالشكل ده. فانت طلعت مخرجين وممثلين، طلعت كل حاجه. ما صح. فكرتش تقدم السيره الذاتيه لجدك الله يرحمه؟ مستحيل اعمل كده، مستحيل مستحيل. وهو اذكى مننا كلنا يا جماعه والله. فريد شوقي عنده سيره ذاتيه بتاعته، افتحي اليوتيوب اكتبي السيره الذاتيه لفريد شوقي وهو عامل فيلم. ليه؟ فريد شوقي كان عقليه ثانيه خالص، في حته ثانيه خالص، ما حدش هيفكر زيه. ايه الدور؟ عمل لنفسه السيره الذاتيه بتاعته مش حدش عارفها. ونقفل بقى. انا تمام. عشان كده ما حدش اللي عايز يجتهد يجتهد، بس هو انا تمام. هو انا عملتها. ايه الدور اللي انت ما عملتهوش ونفسك تعمله؟ ادوار كتير. من ضمنهم؟ من ضمنها في حاجات كده يعني، انا بحب ادوار مركبه ساعات يعني، بحب الادوار المركبه معظم الوقت. نفسي اعمل دور المدمن المتعافي وصراع المدمن المتعافي مع الدنيا دلوقتي، مع اللي هو بيشوفه بره، ومش الصراع العادي، صراع ان هو يتعافى. خليني اسالك، جات لك منين الفكره دي اصلا؟ لا بشوفها في كتير، بشوف ناس كتير حواليا. مين اقرب حد عمل الشخصيه دي وعجبك؟ أو يعني فاكر إنك شفته وعجبك؟ لا ما شفتش. يعني ما شفتش حد عامل الشخصية دي أو مش في دماغك حد عامل الشخصية دي وعجبك؟
لا ده هي تقريبا هي انا بفكر في حاجات عشان هو عايز. طب انك اول حاجه بداتها كان مكاتب كاستنج وكانوا قاعدين لك واحد بره، اكيد شفت حاجات في مكاتب الكاستنج دي احب اسمعها احب اسمعها اكيد تعبت، مع ان انا مستغربك ان والدك كانت علاقاته كبيره بكل الناس، عيلة الأم ما شاء الله كلها في التمثيل، العم حتى وولاد العم عندهم نفس العلاقات، ودخلت مكاتب الكاستنج عشان أتعلم. أنا مش رايح يعني أنت أي حد من دول هيرفع تليفون اللي هو لا أنا مش رايح بواسطة أو مش عايز الواسطة. لا بس كانت حلوة الواسطة بقى. أنا هسألك سؤال، أحمد الهواري النهاردة زي أحمد الهواري أول ما بدأ؟ لا طبعا. بس اتعلمت وبقيت عارف تبقى قاعد النهارده. انا مش عندي حد في الوسط، لو عندي والله يمكن كنت استخدمته. انا ما كنتش استخدمه، انا ما عنديش حد في العيله في الوسط. انا عايز اوصل بس لنقطه ان انا اتعلم، انا ببقى عايز اروح اتعلم الاول. مش عايز اجرب في الناس، فاهم الفكره؟ انا بجرب في نفسي، فانا هتعلم. طلع مني حاجه تمام، ما طلعش مني حاجه مش هخلي بقى اخد اسامي الناس دي كلها والبيها في حيطه. طب احكي لي مكاتب الكاستنج كده، ما كنت بتروح تقف في الجنب وتقف في طبعا الجنرال ايوه بص للكاميرا تفضل بص على عميق. وايه المشهد اللي قال لك اعمل مشهد؟ ايه المشهد اللي عملته؟ لا عملت مشاهد. لا ايه ايه اللي انت فاكره؟ انا في واحد ده اللي كان عالمي. ايوه قال لي نقي لي مشهد من فيلم لجدك واعمله. هو كان عارف ان انت جدك في ريتشارد. فانا بصراحه اتضايقت. ليه؟ نقي لي مشهد، يعني احنا بنعمل حاجه مودرن، هعمل لك مشاهد زمان. انت برضه فكر اخليك كده معايا قبل ما نتكلم. عملت له مشهد سلطان ودوس على الزناد. عملت له مشهد اقوى من كده، بعنتر ابن شداد لما كان بيشيل النخله ورحت شايل الكرسي وهبده بيه. لا ما تهزرش والله العظيم، خلق لي والله العظيم اقسم بالله. انت بجد عملت كده؟ اقسم بالله ضربته؟ ورحت شايل الكرسي وحدفه عليه وجاري. مش مشهد هو، ما انت بتهزر. ايوه اعمل ايه انا عمل، يعني اعمل حاجه لجدي حاجه من تمثيل قديم بعد كده بقى. مش حاجه جري ولا اي حاجه، طبعا كل جريد بجد والله مش هزار. خلصت. طب وايه المره اللي اتضايقت فيها قوي وقت ما كنت بتحاول كده وحسيت ان هو لازم يبقى في صدمه دايما، احنا متعودين على الحاجات دي. لا في مكاتب مش دي، لا في مكاتب الكاستنج مثلا اللي كان بيستفزني ساعات كنت، بس يعني دلوقتي اللي بيعجبني ان هو بداوا ياخدوا بالهم من الموضوع ده. ايه بقى؟ انك لما تخش تيجي تعمل كاستنج ما كانش فيه مساعد مخرج قاعد. زمان. ده حط الكاميرا حط الكاميرا صورهم وابعت لي فيديوهات. صح. فكان بيبقى موجود مكتب الكاستنج كان بيبقى واحد بيصور، انا مش عارف ان هو بيصور، فاكره حد تبع العمل. برضه دي كانت بتبقى غلطه مني برضه لان انا ما كنتش فاهم. فكان بيبقى قاعد اول ما يقعد يدور الكاميرا ويلف وشه يلعب في الموبايل. انت كنت بتتضايق قوي انه مش مديك اهتمام. تعالى انا وحش. قول انت وحش. فدي كانت دي كانت استفزتني كذا مره لغايه ما فهمني، قال لي والله انا ما معاهم. انا مش معاهم يا جماعه. انت ازاي ده لما جيت تمثل؟ يعني في حاجه الناس ما تعرفهاش، انا يمكن انا جربتها عشان انا حاولت امثل كم مره كده. بتعرف تنفصل يعني حتى في البدايه تنفصل عن شخصيتك. يعني انت ساعات بتمثل زي ما انت بتقول محدش بص عليك. يعني باصص للكاميرا وبتمثل فمفيش احساس. او بتاخد حد بياخد انت عارف الامورسات، فممكن تبقى بتكلم الهواء. يبقى الامورس اللي بتكلمه قدامك مش موجود، فاحنا بناخد زاويتك انت وبتكلم الهوا. او بتعمل حاجه عكس شخصيتك. يعني انا فاكر انا في مسلسل رحيم جيت امثل، ففي مشهد ان انا بتودد لياسر جلال قوي فداخل اسلم عليه فبيزقني ورحيم بقى. فشت من ياسر نفسه جدا، انا وشي اتغير، انا المفروض داخل فبقول له رحيم بيه وهبوسه، فهو بيمد ايده يقول لي اهلا يا كمال، فانا شخصيتي من ياسر. ايوه فوشي لا ده هو عمل ياسر عمل ستوب، قال لي لا احنا بنمثل يعني وشي بان والمفروض ان انا اكمل تودد ليه واقول له يا رحيم بيه قلت له مش قابلها على نفسي دي الفكره. عشان كده الممثل خياله واسع. اي ممثل لازم يكون خياله واسع، لازم يكون عنده الادراك ده اكبر بكتير من البني ادم العادي، يكون فاهم بيعرف يفصل ان ده انا دلوقتي بمثل. هي مش قصه بسهوله انك تفصلي، انت واخده دلوقتي انك انت لو حد ضربك انا لما متخيل انت قاعده دلوقتي هنا لو انت قمتي هفضل اكلمك انت بنفس مشاعرك بنفس طريقتك. هو انت موجود، انت لو قادره انك تعملي ده. بس ده انا بعمله من ايام ما تخيلتش نفسي ممثله. لا انا بعملها من قبل اصلا ما ابدا، ان انا بتخيل اللي قدامي وانا بمثل من الاول. من اول خالص وانا بعمل بروفاتي وانا بعمل حاجه. فلازم الممثل يبقى خياله واسع عن البني ادم العادي. وده اللي بيدخلنا في امراض كتيره يا جماعه. التمثيل صعب بصراحه. المسرح اكبره ايه؟ حلو. حلو. ما بنروحش الناحيه دي ليه؟ لو اتعرضت حاجه كويسه عليا هعملها طبعا.
مفيش حاجة مناسبة؟ جالي حاجة قريب بس ما لقيت، يعني كانت حاجة ميوزيكال يعني دانس ميوزيكال، فأنا مش هعمل، مش ده دلوقتي اللي أنا عايز أعمله. إيه هوايتك بقى في الحياة العادية غير بقى التمثيل؟ بقى نطلع غير التمثيل. أول هواية عندي يحيى ابني، ده أول هواية بالنسبة لي، ده هوايتي في الحياة. والله يعني بحب يعني ألعب مع يحيى، أخرج مع يحيى، أشوف عايز يعمل إيه. بحبه جدا. هواياته هو كورة جدا. هو كورة. كورة. بيلعب في النادي الأهلي، بيلعب في أكاديمية الأهلي. الله. إن شاء الله يعني يا رب يكتب له اللي هو عايزه. إن شاء عايزه. الله. يا رب. فأنا دي بداية. أنت شايف نفسك أب بيرفكت يعني؟ لا خالص. مش أب بيرفكت. تماما. خالص، عمري ما شفت نفسي أب بيرفكت. هو شايف نفسه أب بس مش بيرفكت. مش شايف نفسي أب برضه، مش شايف نفسه. لا ايه ده، ما بتعاملش معاه لانه يعني صاحبك. قوي قوي يعني، يحيى صاحبي جد. انا ما بحبش ابقى حلو الاحساس. هو اللي بيجيب لك دايما ايه، هو اللي بيجيب لك حقك بقى من الناحيه الثانيه. اي عادي ده حلو يحيى. بس دايما الولد حبيب مامي. لا العكس تماما بجد، هو حبيب مامته طبعا، ولكن هو متنمر رقم واحد. لما تيجي تعمل لي حاجه او تيجي مثلا نتنفش على بعض، انا بسكت. هو هو يظبط الامور. لا وانا بجيبها برده بس هبص له بس هقول له هي بتعمل كده ليه بس. خلاص هو جاب لك حق. ايوه خلاص وانا تمام، وانا قاعد هادي، وانا جبت حقي ثالث ويوم ثالث وماليش دعوه. مالي وماليش دعوه، احنا مالناش دعوه. ابنك شوف ابنك بقى. صح. انا مالي، مش ادم يعني، مش مربيه معايا ولا لا؟ عيش دي تربيتك ست الكل. بعد يحيى، بعد يحيى بحب اكتب يعني، بحب اكتب يعني مسلسلات بتاع حاجات كده، بحب اعمل الموضوع، بحب الكتابه شويه. بحب يعني من الهوايات، ما اعرفش ما حد هيقول ده هوايه ولا، بس الفرجه، بحب اتفرج على حاجات كتير. ده حاجه مهمه، اتفرج على حاجات كتير. حاجه مهمه اتفرج على حاجات كتير عشان اول تبقى في اكتساب لخبرات ومهارات ثانيه. بحب اتفرج على حاجات كتير بمواقف يعني، مثلا انا بتفرج ساعات مع يحيى ابني على كرتون مثلا عشان تشوف بيفكروا، انا عايز اشوف هو بيتاثر فين في الحته دي في فيلم الكرتون، عشان اخد الاحساس ده منها ابدا اشتغل عليه لو حبيت اعمل حاجه لطفل. بتفكر تعمل حاجه لطفل فعلا يعني، حاجه كرتونيه اطفالي؟ جدا. ليه لا؟ تعرف يعني تحب تعمل ده؟ اتمنى. يحيى بيحب مين في الممثلين؟ يحيى بيحب مين في الممثلين؟ بعيدا عننا يعني؟ اكيد هو بيحب ابونا يعني، ده منتهي. هو بيحب ميكي جدا، بيحب احمد امين، بيعشق اللعبه. اللعبه كلنا بنعشقها. شيكو وهشام ماجد جننوا مصر. شيكو وهشام دول الحكايه تمام قوي. يعني لو هنتكلم ترتيب، شيكو وهشام بعد كده انا. والله ده بجد. لا يحيى متابع اللعبه يعني، لما نزل اللعبه الجزء الجديد قال لي ده نزل، ده مستني الميعاد، ده حاطط تايمر. حقيقه قاعد مستني التايمر. لا هو اللعبه جنن الناس. هو شيكو تلقائي قوي قوي وزياده عن المطلوب، ويقول حاجات. انا يوم انا عندي مشهد ضيف شرف معاهم في اللعبه 4، اقسم بالله ما فاهمه، انا ما عرفتش، كان عنده امتحان. اوكي. وانا بصور متاخر. وانت قلت له ان انت طالع في اللعبه 4؟ غلطت. مش قلت له؟ يا نهار اسود، لما قلت له انا هطلع في اللعبه 4 عشان افرحه، يعني انت صورت من غير ما تقول لي؟ شفت مازو يا نهار اسود، شفت مازو وسيم. مشكلة، خناقة، وزعلة كبيرة، مصيبة سودة. ما بتفكرش تعمل حاجة شبه كده؟ ليه اعمل؟ طبعا يا ريت لو حاجة زي كده. طبعا دي ما شاء الله نجاح متواصل. مش عشان نجاح بس، عشان فكرة الاطفال والكبار. طبعا. خلي بالك على فكرة، انا مش بدور على جمهور معين، انا الاطفال بالنسبة لي يعني، هقول لك مثلا كامل العدد اللي عمل لي طبعا كبيرة من الاطفال. طبعا جدا. يعني انا ماشي مثلا، الاطفال بيبقوا عايزين يجوا يتصوروا وبتاع، وعارفيني بالاسم، فدي دي بتفرق معايا. هو كده كده بابا ومامته عارفيني، لا هم اللي عايزيني، دي بتفرق معاك. هم طبعا ده خلي بالك، انت بتدوري على الجيل اللي جاي. اللي جاي طبعا. صح. يعني مثلا عندك شيكو وهشام، هم لما هو مستلمين الجيل سن كام؟ صح. دول جمهورهم لسه هيطلعوا معاهم. صح صح. الوقت عدى بسرعه.
نورتنا. يعني عايز اقول لك مش عايز اخلص بجد. يعني بقول لك الوقت انا بيشاوري لي الوقت خلص. اتبسطنا بوجودك انت ويحيى الحقيقه. صح. الحلقه الجايه معانا يحيى. يلا جدا ان شاء الله. ويا رب دايما نجح. وانت عارف احنا انت عشره عمري واخويا وصاحبي وبفرح لك. انا عايز اقول لك بجد على الانترفيو ده ميرسي ان انا معاك اصلا. لا ده انت ميرسي انك نورتنا. بس انا مبسوط بيك جدا، مبسوط لك جدا. انت راجل محترم تستاهل اي حته كويسه انت فيها. وانت عارف احنا احنا كتير. وبعدين يعني انت حبيب ابويا فانا مش الله يرحمه يا رب. ده كان انا فرحان لك زي ما هو فرحان لك. مش هيتكرر. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. ودايما اشوفك ناجح ومكسر الدنيا انت ويحيى. نورتنا. نورتنا. شكرا على حسن متابعتكم. نشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.